لمناقشة تنامي نفوذ الميليشيات الإيرانية في العراق انضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوز اللامي. أستاذ محمد، سلام الله عليكم. مصادر صحفية تؤكد أن إيران تعيد تشكيل ميليشيات موجودة أصلا ولكن تحت مسميات جديدة. إلى أي مدى برأيكم يمكن لإيران أن تعيد تدوير ميليشياتها في العراق بعيدا عن أعين المجتمع الدولي؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. يعني سيدي الكريم، هذه الميليشيات هي موجودة أصلا وتمارس نفس العمل، لديها نفوذ سياسي ولديها نفوذ عسكري داخل العراق، لكنها إعادة تسمية هذه الميليشيات بعصبة الثائرين ومسميات أخرى هي لأنه تبعد الشبهة عنها في ضرب في استهداف الأمريكان، الطرف الأمريكي وقوات التحالف، لأنه هذه الميليشيات حقيقة لو كانت جادة في مواجهتها مع القوات الأمريكية ومع قوات التحالف لكانت استخدمت اسمها الصريح في ضرب هذه الميليشيات والعمليات التي يتم تنفيذها مؤخرا في استهداف محيط السفارة أو بعض القواعد، لكنها استحدثت مسميات أخرى لمحاولة أنه إبعاد المواجهة ما بينها وما بين هذه القوات الأمريكية سواء كانت وقوات التحالف. أستاذ محمد، بحسب مراقبين يقولون بأن الهدف من موضوع إعادة تدوير هذه الميليشيات هو إدامة زخم الهجمات على القواعد والقوات الأمريكية، لكن هل تعتقد أن إيران يمكنها توجيه ضربات مباشرة للمصالح الأمريكية في المنطقة؟ يعني سيدي الكريم، إيران لا 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 تستهدف القوات الأمريكية ولا حتى الإسرائيليين ولا أي قوة أجنبية في هذه المنطقة. إيران تستخدم أذرعها الموجودة داخل العراق وداخل بقية الدول كسوريا ولبنان لاستهداف هذه القوات، وحتى هذه الميليشيات كانت فيما سبق تستخدم اسمها الصريح في هذه المواجهة الصريحة، لكن ما بعد استهداف قادة ورموز هذه الميليشيات وقتلهم حقيقة أصبحت هذه الميليشيات تستخدم أسماء مستعارة لاستهداف والقيام بعمليات ضد القوات الأمريكية. أستاذ محمد، سفير إيران الأسبق في العراق حسن كاظمي قمي يقول إنه لا تستطيع أي قوة عسكرية مواجهة ما أسماهم بحشدنا الشعبي، كيف يمكن قراءة هذا التصريح من حيث الولاء ومن حيث تخطيهم للقوانين؟ الميليشيات الحشد الشعبي وغيرها من الميليشيات الموجودة في الداخل العراقي هي طبعا عن لسانهم يعلنون ولائهم إلى إيران وولائهم إلى ما يسمى بولاية الفقيه، فإيران هي المصدر الرئيسي لهم، لكنه حديثه عن عدم إمكانية مواجهة هذه الميليشيات هو حديث غير صحيح. هذه الميليشيات اليوم تمر في أزمة، اليوم قد تكون هي في أضعف مراحلها، وقد تنتج هنالك حتى من الداخل العراقي حقيقة مواجهات مع أطراف قد تكون مسلحة، اليوم ليس لديهم القدرة على مواجهة ما يجري اليوم، يحاولون محاولات في استهداف القوات الأمريكية لكن يعني محاولات بائسة ومحاولات واضحة، فهم بالتأكيد اليوم لا يمرون بأفضل أحوالهم. طيب أستاذ محمد، في المقابل يعني واشنطن أعادت تموضع قواتها العسكرية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في مدينة أربيل، كيف ترى رد الفعل الأمريكي؟ يعني سيدي الكريم، أمريكا أصبحت واضح بأنها تعتبر بأنه هذه يعني ما موجود في العراق اليوم هو ليست قوات صديقة. العراق اليوم أصبح تحديدا ما من بغداد إلى مناطق الجنوبية قامت بتسليم هذه القواعد، استقرت في عين الأسد وفي قاعدة الحرير لانطلاق عمليات أخرى. يعني اليوم القوات الأمريكية تعتبر أن الموضوع موضوع عمليات عسكرية وليس موضوع دبلوماسي وليس موضوع سياسي، تنتظر من هذه الحكومة قد يعني أي إجراء متخذ الذهاب للميليشيات، حتى الآن لم يتم إجراء أي حالة من محاولات الكبح لجمع هذه الميليشيات. القوات الأمريكية تستهدف اليوم والسفارة تستهدف، تمركزها في قاعدة عين الأسد وقاعدة الحرير هي سيد الكريم تستطيع أن تقول بأن هذه مقرات عمليات. طيب، لمحاولة الرد العسكري على هذه الميليشيات، وقد تكون هنالك عمليات أخرى. أستاذ محمد، بسؤالي الأخير بعجالة لو سمحتم، في الأيام القادمة ينتظر أن يزور الكاظمي واشنطن، هل تتوقع من هذه الزيارة أن يفتح الكاظمي ملف الميليشيات؟ يعني
سيدي الكريم، هو حتى الآن في الداخل العراقي لم يحقق الكثير، هنالك الكثير من الوعود ولم يتحقق منها شيء، فهو سيذهب تقريبا وليس لديه أوراق لطرحها، سيكون الطرف الأمريكي هو الطرف الذي يطرح عليه الأوراق، وسوف تكون هنالك شروط لهذه الاتفاقية الاستراتيجية ولاستمرار الصداقة ما بين العراق وأمريكا، وإن لم تتم تنفيذ هذه الشروط فبالتأكيد الأمريكان غير مضطرين إلى الاستمرار بهذه الصداقة، وسوف يرفعون الحصانة والغطاء عن هذه الحكومة. من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي، شكرا جزيلا لكم.